معايا بقى يا شباب. بصوا احنا معانا لونين اهو، اللونين دول انا هعملهم كده مع بعض واعمل عمليه طي خلاص. بس انا ممكن اعمل حركه ثانيه بحيث ان المساحه معايا كبيره، اقوم قاسم الاثنين دول كده قسمت الاثنين دول اقطعهم عشان ما اعملش مساحه كبيره قوي، بحيث ان انا اوفر شويه في اللون. واقوم عامل كده عمليه ايه؟ اقوم جاي كده واقوم راسم على واحده منهم، هرسم على واحده منهم خلاص، او راسم كده شكل الفراشه. ارسمها ازاي؟ هاجي كده اقوم عامل الفراشه براحتي كده، بس انا بعملها باسلوب التماثل. اسلوب التماثل ان انا اعمل كاني بعمل نصف الفراشه، انا بعمل نصف الفراشه، انا بعمل كده اهو. كده انا عملت الفراشه كشكل اهي خلاص. طيب هنعمل ايه بقى؟ نحطهم مع بعض كده بعد انا ما رسمتها هي شكل سريع كده. ايه يعني شكلها معقول شويه. هو عامل كده خلاص، وهو عامل كده اهو، بس دي شكل متماثل، يعني شكل متماثل يعني نصفي. هو عامل كده اهو، هي ممكن كان هي ديت. هقول لك حاجه، وانا بقطع اعملها اهو، وهو كده كده بعدي ساعات انا وانا بقطع، وقطعت الاثنين مع بعض. ركزوا معايا وانا بقطعهم، انا بحاول امشي على الخط، حتى ساعات انا ممكن بعدي وانا بقطعهم. واقوم عامل دي راس الفراشه اهي، هي عباره عن دايره صغيره، نص دايره بقى عشان تطلع دايره. هي ماشي معاك اهو. انا بقطع دي كامله كده، ارجع اقطعها تاني عشان تبقى سهله معايا. كده يا شباب ماشي. اقوم جاي فاتح دي مع بعض كده، بقت شكل الفراشه اهي معاكم اهي شكلها اهي. طب هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ان احنا عملنا اثنين مع بعض، علينا نلزقها بالشكل ده. بس لو زقتها بالشكل ده ممكن تضيف عليها لون ثاني، انا هاخد من اللون ده واضيف على اللون ده، واخد من اللون ده واضيف على اللون ده. بس هنعمل حركه ثانيه حلوه. هرجع لنا رسمتها زي دي مثلا او اي واحده فيهم، واقوم عامل حاجه اسمها زي التفريخ كده، واقوم عامل كده، واقوم عامل زي تصميم داخلي كده، خطوط داخليه. لا لا هقول لكم الطريقه، بس اصبر معايا وانا هقول لك. خطوط ديت اللي انا عملتها بالشكل ده، قوم جاي عامل على ديت ده كمان خط كده من هنا كده، كانها قطعها من هنا كده، قوم جاي بالكاتر. الخطوط الداخليه صعب اقطعها بالمص، لو جيت اقطعها بالمص كده، لو جيت اقطع بالمص صعب. انا ممكن اقطعها وانا بلزق، يعني ممكن اقوم داخل على الخط ده وقاطع كده وراجع تاني وطالع على نفس الخط، بس هتضعف معايا الورق. بس انا اقوم عامل ايه بقى؟ اقوم جاي بالكاتر افضل اقطع الخط الداخلي كده الاثنين مع بعض. طبعا مش معايا معايا خليهم معايا مركزين معايا خلاص. اهو انا عملت ايه؟ قطعت دي كده، هعمل اللي بعدها بقى. استنى الكتر ده حد كده بيقص بشكل دائري. طب الكتر بيقص بشكل دائري، انا ما بقصه بشكل دائري، ده هي خطوط صعب ان هي مش دائريه، هو الخط عندك واخد قطاع من الدايره يعني مش دايره. اظبط بقى اظبط بس الاسر ما خلص وانا معاك. اظبط يا شباب بس خلاص. هو عامل كده بالشكل ده القطر معايا. انا لو خرجت شويه عن الخط عادي، بس اهم حاجه يكون القطر وانت بتقطع الخط مش مهزوز وانت بتقطع. انا قطعت معاك اهو. طيب الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه؟ ده انا ممكن اقطعها بالمص، ممكن اقطعها بالكتر برضه، بس انا ابين لكم ليه اقطع دي بالمص؟ لان طالما ايه فيها جزء جانب من التماسك كده عليها تتقطع كده لانها خارجيه. واقوم فاتح الفراشه بتاعتي تاني خلاص، الشكل بتاعها اهو، ايه رايكم؟ طيب اقوم لازقها على الثانيه، انا هلزقها على الثانيه كده، افتح كده واقوم لازقها على الثانيه، هتشوفها الوقت هتبقى شكل ايه؟ اقوم شايل الورقه اللي في الخلف. ركز معايا الورقه ديت عشان تشتغل تبقى متعبه شويه اهو. كده انا افتحها بالراحه كده، وانا اهو بص يا شباب انا هحط ديت على طول مع دي كده بالظبط على الاخر كده، وانا شلت جزء اهو من الورقه لفيته كده بس عشان تبقى سهله في اللزق، لانها بتبقى صعبه ساعات. انا ممكن اشيله كله كامل عادي والزق، بس ديت يعني طريقه ان انت تعملها بالطريقه ديت، تشيلها كلها وتحطها، يا اما تعمل الطريقه اللي انا بقول عليها ديت كده خلاص، وارجع اقوم شايل بقى ايه؟ اقوم رافع دي وشايل دي كده بالراحه،
لو هي خرجت شوية عن التصاعر اللي تحت ما يجراش عادي، ممكن اضبطها ثاني بالنص. تشيل بالراحة كده، هي محتاجة حلس شوية تشيل. اهو هو عامل كده لازق اهو بالراحة، حتى لو اتقطع جزء منها بترجع تلزقه عادي. هي اتحركت شوية مني بس عادي تمشي. يعني لو 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 هي ما اتحركتش شوية معني لافف كده، هو مقصص الزيادة بالمقص اهو الجزء اللي هو ده خلاص اهو. وعاد عليها اسيبها تدي شكل جمالي، هات الشكل الجمالي انا اسيبها بالشكل ده معايا، هي الشكل اهو شباب. طيب انا اعمل ايه بقى تاني؟ اقوم جايب الدفتر بتاعي عشان اعمل كولاج اهو، هو محاطه الفراشه بتاعتي، عاوز اعمل حاجه في الخلفيه هنا عشان تدي شكل جمالي. اقوم جايب اللون الاخضر ده، اللون الاخضر اللي معايا اهو، وهاجي كده واقوم عامل عشان انا ما اهدرش فيه كتير، اقوم جاي كده وامسك المقص اقطع دي عشان ايه، وممكن استخدم النص التاني في حاجه تانية. ماشي، واقوم جاي بقى بالمقص اقوم بطبقها كام تطبيق، انا واحده اثنين ثلاثه كده، اي تطبيق معايا كده اهو. طبقت الورق اكتر من تطبيقها كده، واقوم جايب المقص، اهم حاجه المقص بتاعي يكون قوي اهو في التقطيع، واقوم عامل كده. خلي بالكوا دي صعبه شويه عليكم، يعني دايما في الاول حاول خليك يعني حريص شويه وانت بتعملها. انا بعمل ايه بزاويه كده عشان تديني من فوق سحبه بتاعتها دي. معايا يا شباب، انا عملت دي بالشكل بتاعي اهو، ابدا افتح الورقه بتاعتي معايا، واقوم لازق الايه الجزئيه ديت في الارضيه، لازق الورقه دي في الارضيه. الزقها ازاي؟ اشيل الورقه، هل انا ممكن اغير في التصميم هنا؟ ممكن اشيل دي اعمل حاجه، يعني ممكن يبقى في دي حاجات تانيه اعملها عادي، بس دي اللي انا بعمله ده سريع شويه. اقوم شايل بقى الورقه بتاعتي كده بالراحه، دايما هتكون حريص وانت بتشيل الورقه دي عشان ما اهو كده انا شلت الورقه بتاعتي، اجيب الورقه بتاعته واقوم لازقها كده في الارضيه اهي. اقوم لازم لزقه ثانيه ده في الارضيه عادي، انا ممكن اقطع حته من دي واكمل هنا. اقوم لازم بقى الفرشه بتاعتي هنا بقى كده، التصميم بتاعي اهو، شيل الورقه اللي هنا اللي في الخلف، شيل الورقه في الخلف اللي هو بتاع الثانيه لانه كانت دول اتنين على بعض، اقوم عامل كده خلاص. انا ممكن اجمل الفراشه بان اجيب دواير من لون ثاني مثلا زي اللون الازرق، والدواير واقوم لازقها كده باشكال كده على الفراشه دي بشكل جمالي، اعمل لها عين، هي بقى الشكل بتاعي عندي اهو خلاص. انا ممكن اجيب اللون الاخضر كده واعمل هنا الجزء ده كمان اكمله، الجزء ده اكمله، لكن الشكل بتاعي واضح. ايه رايكم؟ جميل، سريعه خالص. ماشي، في سلام.